هننتقل الى كره اليد سيدات. كان عندنا مباراه الاسبوع ده مهمه مع الجزيره في بطوله القاهره والجيزه. طبعا بطلاتنا او نجوم او نجمات كره اليد الفريق الاول فزنا على طبعا فريق الجزيره بنتيجه 33-13. المباراه كانت اتلعبت امبارح على استاد الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيره، والماتش ده بروفه قويه للفرقتين قبل ما يلعبوا بعض من تاني يوم الجمعه الجايه في المرحله الثانيه من الدوري، واللي هتبدا بالماتش ده اهلي جزيره. فرقتنا هتلعب تاني ماتش ليها يوم السبت مع نادي الزمالك باذن الله على صاله الامير عبد الله الفيصل. ولكن يمكن الحمد لله رب العالمين الكلام اللي احنا نادينا بيه منذ البدايه ان هو دوري السيدات لابد ان يتم النظر فيه، لانه ما فيش اي استفاده انه فرقه تكسب فرقه فرق 30 جون او 40 جون، ما فيش استفاده للفريقين، للفريق الكسبان والفريق الخسران. يعني لو قلنا الفريق الكسبان مثلا نتيجه زي ماتش الجزيره، بس خلينا الجزيره يمكن كان حاله خاصه، لكن في مباريات بتخلص 40-4 45-3، المباراة دي ما فيهاش استفادة. ولكن عرفنا من مصادرنا ان شاء الله السنة الجاية هيتم تغيير نظام دوري السيدات. هيبقى في 8 كبار هم اللي بيلعبوا مع بعض، هم اقوى 8، وفي 8 برضه مدوري ممتاز ولكن مستويات متقاربة. وبيتم تصعيد وهبوط الفرق بشكل دوري ما بين الشقين، ولكن انت هنا هتضمن دوري قوي، يعني البنات تستفاد بيه واللاعبات، وفي نفس الوقت المنتخب لما يجي يتجمع هيلاقي لعبته لعبه ماتشات قويه، لان ما فيش اي معنى خالص نلعب يمكن 10 15 ماتش ورا بعض وما فيش اي استفاده، مجرد انت هتتصاب وهتتعرض لضغوطات بدون اي استفاده. فيبدو ان اللجنه المؤقته لاتحاد كره اليد كانت تعلم هذا الموضوع جيدا، والحمد لله تم الاستجابه للصح. احنا ما بنقولش راي يعني لينا فيه مصلحه، لكن بنقول اللي شايفينه احنا مصلحه للرياضه المصريه.